هي معروفة في السينما إنها حرامية كاميرا، معروفة اللي هيمثل قدامها ياخد باله قوي لأنها هتروح خاطفة منه الكاميرا، كانت معروفة دي. مرة كانوا بيعملوا فيلم رحمة من السما، كنت معاها، ف كان في شوت كده المفروض أستاذ محمود المليجي هو دكتور، وهي دخلت له العيادة، فبيقول لها بقى ان عايزين تيجي وتاخدي دور الام كده يعني، فهو بيتكلم، فكان في فازة فيها وردة، فراحت واخدة الوردة وهو بيتكلم هي عمالة ايه تقطع واحدة واحدة من الوردة، فطبعا انت عينك هتروح على الوردة وهتسيب بقى الديالوج بتاع الشخص التاني ستوب، خلصوا كده، فبص لها راحت جارية جري وراه جريت، لان عرفت، هو عارف ان هي خطفت منه ده، فجري وراه، لا اقف يعني، فقالت له حرمت خلاص، انا حرمت، فقال لها لا تعالي، وراح بيسها وقال لها انت فنانة عظيمة فكان عارف انها يعني ايه معروفه انها تخطف الكاميرا، يعني لاحظ كده في افلامها كلها لو لقيت دويتو هي مع حد او ديالوج لازم هتسرق منه الكاميرا، هتعمل اي تاتش ان انت تروح باصص عليها سايب الجزء التاني اللي بيتكلم. لا كانت لذيذه يعني، اللي يمثل معاها كان يعمل لها الف حساب على فكره. حكيت لي بقى هي لما اشتغلت في فيلم لا انام، لا انام بقى ده قصة احسان عبد القدوس وفاتن حمامة وعمر الشريف وعماد حمدي وحشاين ومريم فخر الدين ورشدي اباظة، ففي مشهد بينها وبين فاتن حمامة، وهي مدام هند قالت لي ان اول مرة هي تشتغل مع فاتن حمامة كان في اول فيلم ليوسف شاهين كان اسمه بابا امين، وكانت فاتن عاملة اللي هتغني في الكباريه وهند رستم عاملة البنوتة السندريلا الصغيرة في بابا أمين، ده إنتاج ماري كويني سنة 50. مش دي القضية، ما جم بقى يعملوا لا أنام، ففي مشهد في الفيلم طبعا أنتوا فاكرين الرواية اللي هي ضيعت مرات أبوها مريم فخر الدين بوشاية ظالمة يعني، فأبوها يحيى شاهين اتجوز هند رستم، وهند رستم على علاقة برشدي أباظة، وتكتشف ده فاتن حمامة، ففي مشهد هند رستم راجعة من بره بتطلع وراها فاتن حمامة على غرفة النوم، هند رستم بتبتدي بتقلع الحذاء، وفاتن بتقول لها لو ما قطعتيش علاقتك بيه أنا هقول لبابا و و و و هند رستم عملت، فاكرين الحكاية اللي أنا قلت لكم بتاعت الولاعة تك تك تك، قلع الحذاء وفاتن حمامة قاعدة بتتكلم مشهد وهي ماسكة الحذاء بتاعها وعمالة تعمل كده كده، ولما خلصت فاتن حمامة الكلام كله 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 راحت هي عاملة ايه؟ رامية الحذاء ورا كده وكأنها لا تبالي بالكلام اللي اتقال. صلاح أبو سيف قال كت، وفجأة جه قرب من هند رستم، لاحظوا الحكاية دي هند رستم اللي بتحكيها لي يعني، وقال لها مدام هند معلش ممكن نعيد المشهد مرة تانية؟ فهند رستم بقى تلمذة حسن الإمام قالت له مدام فاتن هي اللي طلبت إعادة المشهد عشان أنا مسكت الحذاء في إيدي مش كده يا أستاذ صلاح؟ فضحك قالت له طيب أنا هعيد المشهد بس أنت برضه هتاخد المشهد الأولاني إن أنا بعمل بالحذاء كده، وعادوا المشهد، قلعت الحذاء ورميته وراها وراحت قلع الحلق ومسكت الحلق قعدت ايه تفرق فيه كده كت. جه صلاح ابو سيف قال لها لا انا هاخد المشهد الاولاني، قالت له هتزعل فاتن حبابة منك، قال لا لا انا يهمني مصلحة الفيلم. دي كانت هند رستم.